دي نمرة ديرة بتاعت البيت. كنت فاكرة انك بتثق فيا اكتر من كده. صباح الخير، انا مامة ياسمين زميلة دينا اللي معاها في المدرسة. اهلا وسهلا بيكي. كنت عايزة بس اتأكد، هي دينا طالعة مع ياسمين الرحلة؟ طيب تمام، اوكي، ميرسي قوي، اسفة على الازعاج، مع السلامة. تحب اديكي بقيه ارقام اصحابي تساليهم بالمره؟ ايه رايك، كويس كده؟ كويس. ايه ده، انا صدقت ان ام دينا نفسها. بس اللي انا بقى مش قادره افهمه، انت ازاي كنت ضامن انهم لما يتصلوا مامتك ما تردش؟ هي ماما فين اصلا؟ هي ماما بتقعد في البيت؟ ماما من النادي للديفيليه للجيم، امي بتروح الجيم. والله يا نادر، ده انت حكايتك حكايه. انت تهزري بقى معايا وكده، روحي اعملي لي قهوه. حاضر، ما تزقش. هاتي. بس يا سيدي، هي دي حكايتي بصراحة يا عبد عزيز. أنا مش قادر أصدق. قصة غريبة مش كده؟ لا 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 خالص، مش قصدي على قصتك. أنا مش قادر أصدق الظروف اللي جمعتنا مع بعض يا عبد عزيز. ده أنا نازل أسبوع أجازة من دبي، عامل مقابلات انترفيو مع بعض المحاسبين المتقدمين لوظيفة مدير عام حسابات عندنا في الشركة. إيه ده يعني؟ قصدك أيوه أيوه يا عبد عزيز، هو ده اللي قصدي. أنا عارف أنت ضد مبدأ السفر، لكن الحالة اللي أنا شفتك فيها دي يا زيزو، زيزو رمز التفوق والنجاح، يشتغل سواق على عربية، لازم تاخد قرار السفر، مش بكرة، النهاردة، تمرو. أيوة، ما ينفعش ده يا عبد عزيز. ها قلت إيه؟ أيوة يا باسم، بس يعني أنت عارف أنا بس هتقعد ترغي وقت. بص أنا ريحك، ده الكارت بتاعي، ها؟ في عنوان فرع الشركة بتاعنا هنا في القاهرة، عايزك تجيلي بكرة. توداي، لازم. الفرصة ما بتجيش للبني آدم غير مرة واحدة، وان تايم، ودي فرصتك يا زيزو. ها أمشي أنا بقى. طب ما تستنى. طيب يا باسم أوصلك. لا 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 يا عد الشارع، وصلت يا زيزو. سلام عليكم. طيب باسم، الحساب بتاع القهوة مش أنت اللي عازمني؟ يا باسم يا رخم. خلاص يا كريم يا حبيبي، فهمت. ممكن أروح أنام بقى؟ خلاص يا ماما، قربنا نخلص. بص يا ستي كده، بعد ايجار السنتر وفلوس طباعه الملازم ونسبتي، مكسبك الاسبوع ده بس 10,000 جنيه. خلاص يا حبيبي، ميرسي قوي. استني بس، انا ممكن اودي لك الفلوس دي البنك بكره لو انت بكره مش فاضيه. لا انا مش بشيلهم في البنك، بشيلهم في البيت. ايه بجد، مش بتشيلهم في البنك، بتحطيهم هنا؟ ايه يعني يا ماما، انت ما سمعتيش عن الجرائم اللي بتحصل؟ حطيهم في البنك يا ماما. مش هينفع احطهم في البنك، حسابي انا وباباك مشترك، لو حطيت فيه جنيه هيعرف. ومش فاضي اروح افتح حساب جديد، اول ما افضى اروح اعمل كده. تصبح على خير. انت من اهله. كان نفسي نتقابل في ظروف احسن من كده يا حسام يا ابني. ازمه وتعدي ان شاء الله يا عزيز بيه. على فكره كاميليا ما بطلتش كلام على حضرتك طول الفتره اللي فاتت. ربنا يقومك بالسلامه يا بابا. امال انا من ساعه ما فوت ومفيش سيره على لسانها الا حسام. بابي الحقيقة يا عزيز بيه، أنا عارف إن لا الوقت ولا المكان مناسب، بس أنا كنت عايز أفتحك في موضوع كاميليا. إيه موضوع كاميليا؟ أنا يشرفني الحقيقة إن أنا أطلب إيد كاميليا من حضرتك. أنت إزاي تطلب حاجة زي دي من غير ما تاخد رأيي أصلاً؟ كاميليا؟ ليه بتعملي كده؟ بعد إذنك يا أستاذ حسام، بتهيألي إن حضرتك لسه قايل إن لا الوقت ولا المكان مناسبين خالص للي أنت بتطلبه ده. أنا آسف، واضح إن أنا فهمت غلط، ما كنتش متخيل إنك هتعترض على طلبي ده. لا، هو حضرتك كنت متخيل ان انت عشان دفعت حساب المستشفى ان انا مش هقدر اعترض. الحمد لله على السلامة يا عزيز بيه. ليه كده كمال يا بنتي؟ برفض يا بابي قبل ما يعرف بقية ظروفنا، يرفضني هو. متشكر قوي، ممكن تقعدي ثانية واحدة يا ست انصاف؟ عايزك. حاضر. نعم. انت عارفة يا ست انصاف، احنا عشرة بقالنا فوق ال40 سنة، والعشرة ما تهونش اللي على ولاد الحرام. بغض النظر عن تلميحاتك، انت صح فعلا، العشرة ما تهونش اللي على ولاد الحرام، وانا مش من ولاد الحرام. ايه يا ست انصاف سكتي يعني؟ طب قولي لي العفو يا استاذ عليوه،
ما تقولش على نفسك كده. انا ما قلتش يا اخوي، انت اللي بتقول. طيب انت عارفه ان انا هتجوز ناديه؟ هنشوف. لا هنشوف ده ايه، ده خلاص. فبنفكر انت هتروحي فين بعدها؟ بنفكر اللي هم مين يعني، انت ومين؟ انا وحد تاني خالص غير ناديه. فتوصلنا الى فكره اعتقد انها عبقريه، بس على الله تعجبك. هنشوف. ايه ابتديت اقلق من موضوع هنشوف دي؟ ايه رايك تختاري الشقه اللي انت عايزاها وافرشها لك وادفع لك ايجارها؟ وانت ذنبك ايه؟ دي مشكلتي انا. لا يعني ايه ذنبي ايه؟ انت كنت عايشه معانا هنا ومن حقك على. بلا حق بلا باطل يا راجل انت، اللي ما بقيت على ذكرى المرحومه مراتك هتبقى عليا انا الغريبه؟ انا داخله اتنيل اتخمد انام، وان شاء الله يا رب انام اقوم عشان اريحك مني خالص. لا حول ولا قوه الا بالله. ازيك يا جميل؟ الحمد لله. خش خش خش. ها غمضي عينيكي، محضر لك مفاجأة. ها فتحي عينيكي. جميلة جميلة جميلة. ايه في ايه يا عبد العزيز؟ خضتني في ايه؟ بقول لك غمضي عينيكي تنامي. معلش اتخضيت بس عشان تعبانة قوي. وايه المفاجأة؟ اهي فلوس، أول قبض من شغل الحمد لله 2500 جنيه في أسبوع. يعني لو قرصت على نفسي شوية في الشغل ممكن أوصل ل 3000 جنيه في الأسبوع، يعني في الشهر 12000 جنيه. أول حاجة طبعًا هنعملها نسدد أقساط العربية، طبعًا بالإضافة إن إحنا نقدر نسدد شوية من القروض اللي علينا، وبعد كده مش هيفضل حاجة، فممكن أقرص على نفسي في الشغل تاني يعني إن شاء الله، بس لغاية ما يجي لنا شغلان. لا خير يا حبيبي إن شاء الله، مفيش مشكلة. لا إن شاء الله، ولو قرصت على نفسي شوية كمان ممكن يجي لي قرشين أعمل بيهم جمعية نسدد الفلوس بتاعت ميس نادية. يعني صراحة الست شالت الأقساط بتاعت المدرسة، تشكر لغاية دلوقتي يعني. لا ما تقلقش حبيبي انا سددتهم. سددتيهم منين؟ صرفتهم من بابا. ما هو ما يصحش برضه منظرنا قدام، احنا هنبقى اهل يا زيزو. بس يعني نستلف من حد عشان نسدد فلوس لحد تاني سلفينها منه يعني، بس ان شاء الله خير 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 باذن الله. انا حاسس كده ان الفلوس هتنزل علينا بعد كده زي المطره. جميله جميله نمتي؟ وده ما بترديش يبقى اكيد نمتي. انا كمان ميت من التعب او نام. ايه الفلوس دي جميله؟ ايه الفلوس دي جميله؟ ايه يا عبد العزيز في ايه؟ ايه الفلوس دي يا جميله؟ انت لقيتهم ازاي دول؟ لقيتهم ازاي ايه؟ بفتح الدولاب لقيتهم جوه. فلوس بتاعت ايه دي؟ الجمعية بتاعت نيفين. نيفين مين؟ زميلتي في المدرسة كانت المفروض تقبضهم النهاردة، بس هي ما جاتش المدرسة فقبضتهم أنا بدلها. الفلوس دي كلها فلوس جمعية؟ دول ما يقلوش عن 20000 جنيه. ما هي جمعية كبيرة. يعني هكذب يعني يا عبد العزيز ولا إيه؟ لا أبدا. وحطيتيهم في الدولاب ليه عندي؟ أصل هو مبلغ كبير قوي يا عبد العزيز، فأنا خفت حرامي يدخلوا الشقة يلاقيهم بسهولة قوي، فقلت أشيلهم في مكان ما يعرفش يوصله. لو فعلا في الدولاب عندي استحالة الحرامي يقدر يوصله، لكن لو عندك أكيد كان وصله بسهولة. أنت بتبص لي كده ليه يا عبد العزيز؟ هكذب عليك مثلا؟ تحب أكلم لك نيفين؟ لا لا مش هتوصل للدرجة دي. مساء الخير. مساء النور. اقدر اقابل باسم الرخم اونلاين؟ افندم؟ اسف، استاذ باسم حلمي يعني. في ميعاد يا فندم؟ لا مفيش ميعاد، قولي له بس عبد العزيز. او يا ريت تقولي له زيزو، لان هو يعني اعرفه من زمان، فدايما كنت انا اقول له مثلا يا رخم وهو يقول لي يا زيزو كده. طيب حضرتك ممكن تستريح على ما ادي له خبر. ماشي. ما شاء الله ما شاء الله.
والله ولعبت معاك يا باسم. ايه الحلاوه دي والمكاتب دي؟ فين ايام زمان كنت تشحت مننا اجره الميكروباص. عنده ميتنج جوه، اول ما يخلص حضرتك هتدخل. قلت له زيزو؟ ايوه قلت له. ماشي يا باسم، ماشي يا رخم. ستر ربنا ان انا ما كنتش في النبطشيه بتاعتي وقت ما الاكل دخل المسجون. كان زمان دلوقتي وقفوني عن العمل وحولوني للتحقيق. بس المديريه مقلوبه على الحكايه دي يا حسام، وما كناش نوصل نتيجه في التحقيقات الموضوع ده مش هيمر على خير. الولد مات وكان تحت مسؤوليتنا. انا عارف يا فندم، انا هعمل كل اللي اقدر عليه. طب اشرب بس الحبه دول وخلاص. مش هشرب اي حاجه غير لما تقول لي ايه معنى الكلام الغريب اللي انت بتقوليه ده. يا بابي ده مش كلام، ده قرار. انا قررت اتجوز صبري. اللي فيها دي فيها ان انت ما بتحبوش يا كاميليا ومش لايق عليك. انا مش عارف ايه اللي قلبك القلبه السودا دي وخليك توافقي عليه. يا بابي هو انت مش كل اللي همك ان انا ابقى عايشه مبسوطه؟ طبعا يا حبيبتي. طيب يا حبيبي انا كده هبقى عايشه مبسوطه. يلا انا هروح دلوقتي وهجي لك بالليل تاني مع هيام. عايز مني حاجه وانا راجعه؟ متاخريش. سلام. ايوه يا استاذ عزيز. من فضلك لو سمحت عايز منك خدمه. اتفضل. انت عارفه الاستاذ حسام اللي جابني المستشفى هنا هو وكاميليا بنتي؟ ايوه عارفاه. انا عايز نمر التليفون ضروري من فضلك. بسيطه قوي، هو اصلا سايب رقمه في الريسبشن. ثانيه واحده هجيبه لك وارجع لك تاني. شكرا. وبعدين كل ده لسه ما خلصت الميتنج اللي عنده؟ لا لسه. طيب حضرتك انت متاكده انك قلتي له زيزو؟ ايوه متاكده. طيب بعد اذنك ممكن تدخلي له تاني وتقولي له زيزو مستني بقاله كتير؟ لا مش ممكن. ماشي ماشي يا باسم. حضرتك اللي كان في المقابله خلص مقابله، ممكن بقى تقولي له زيزو؟ هو هيكلمه. لا كده كتير كتير قوي. ماشي. ايوه يا فندم. حاضر حالا. اتفضل. ادخل. اتفضل. شكرا. انا اسف جدا جدا، معلش اتاخرت عليك. كان عندي انترفيو مع اكتر من حد من المتقدمين للوظيفه عندنا في الشركه. اتفضل يا عزيز. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. لا مفيش حاجه. بتشرب ايه؟ يا ريت قهوه مظبوط. عيوني. اتنين قهوه مظبوط. ها؟ من البرطمان الغالي. ها ده صديق عمري. اتنين قهوه يلا بسرعه بسرعه. ايه والله زمان يا عبد العزيز، والله زمان. اخبارك ايه يا عبد العزيز؟ زمان ايه؟ ما احنا لسه متقابلين امبارح. يا اخي حتى لو اتقابلنا امبارح، من امبارح للنهارده بتحصل حاجات كتير قوي. لسه رخم زي ما انت يا باسم. ربنا يخليك يا زيزو. طب في حاجه اقدر اعملها لك؟ حاجه تعملها لي ايه؟ انت مش اديتني الكارت بتاعك وقلت لي عد عليا في الشركه عشان اعمل انترفيو لوظيفه؟ يا نهار ابيض يا عبد العزيز، يا نهار ابيض. يعني انت عايز وظيفه؟ يا نهار، ده انت صديق عمري. ده انت تخبط الباب برجلك وتقول لي عايز اشتغل يا باسم. عايز اشتغل ايه؟ ما انت اللي قايل لي تعالى عشان اديك شغلانه، عشان عايزين محاسب عندنا في الشركه. انا نفسي ما كنتش عايز اشتغل ولا حاجه. خلاص اسمع، طول عمرك عصبي، طول عمرك عصبي. ده السي في بتاعك يا عزيز؟ ايوه السي في بتاعك. اتفضل. هات السي في. ياه عصبي يا سخريه القدر. القدر لعب لعبته يا عبد العزيز. انت خريج تجاره، خريج تجاره، واحنا بالصدفه عايزين مدير حسابات عندنا في الشركه. شفت الصدف يا عبد العزيز؟ يا سبحان الله، ايه الصدفه دي؟ رخم رخم يعني. دوري عليه وقال في مدرس في المدرسه بيتهمني انا بالرشوه واني بقسم الفلوس مع مدرسين اللي بيدوا دروس خصوصيه. اللي ما يعرفوش بقى ان وكيل الوزاره جه لحد مكتبي وبصفه وديه اداني الشكوى دي عشان اتخذ الاجراءات انهم بيثقوا فيا وفي نزاهتي. مالك يا عليو؟ فيك ايه؟ لا ابدا مفيش. يعني شايفاك كده مش فرحان ان القيادات بتثق فيا وهترشحني وكيل وزاره؟ لا وما تحزم وارقص عشان تحس ان انا فرحان. ايه يا عليو مالك بتكلمني كده ليه؟ الله، لا مؤاخذه يا سياده وكيله الوزاره، ايه طريقتي في الكلام مش عاجباكي؟ ايه يعني؟ انت غيران مني ولا ايه؟ اغير منك ليه؟ اصل يعني من ساعه ما قلت لك على موضوع الترشيح ده وانت مش على بعضك كده.
كل ما بيكبروك يا نادية بحس انهم بياخدوكي مني. محدش هيقدر ياخدني منك ابدا، حتى لو عينوني وزيرة التربية والتعليم. ما كمان ناويين يعينوكي وزيرة؟ يعني جميلة ما خدتش من حضرتك مصاريف المدرسة عشان ترجعهم لميس نادية؟ احلف لك بايه ان انا ما اديتش جميلة مصاريف المدرسة. يبقى اللي حضرتك فكرت فيه كان صح بقى يا عمي. اللي انا فكرت فيه ده ان سكينة تكون خدت الفلوس. بالظبط، وجميلة شركتها في المؤامرة، والدليل على كده الفلوس اللي موجودة في البيت. اقص عليك يا جميلة، اقص عليك. من قلت لك ابقى راقب سكينة، انت اللي ما رضيتش. كان عندك حق فعلا يا عمي. عموما ملهوة احنا فيها، انت تراقب سكينة كويس قوي وتعرف لي ايه اللي حصل بالظبط. لا لا لا، انا ماليش دعوة بتنسكينة، انت راقب مراتك وانا راقب مراتي، واللي عنده معزة يلمها. معزة؟ لو سمحت والله، هو ده ايه؟ هو حضرتك داخل المكان بتعرف هو ايه؟ لا معلش انا اسف، يعني اصل لقيت شباب وولاد يعني رايحين جايين فقلت اسال. يعني ده مركز الدروس الخصوصيه. مركز دروس خصوصيه؟ اه يعني بيجمعوا الشباب يدوهم درس وكده يعني. دروس خصوصيه. مس جميله. مس جميله. مس جميله. مس جميله. مس جميله. انت عايز اعرف بس الاسئله هتيجي ازاي في امتحان اخر السنه؟ مش مهم الامتحان يجي ازاي، انت لو فاهم اللي انا بشرحه الامتحان لو جيب اي طريقه هتعرف تحل. طب مس جميله، مس جميله، كنت عايز اسال لو في اماكن فاضيه في اي مجموعه، علشان في اتنين صحابي عايزين يجوا. كريم خلاص بقى يا جماعه، عشان مس جميله جابت اخرها النهارده، اللي عايز حاجه يبعت لي على الفيسبوك وانا هدبر لكم الاماكن اللي انتوا عايزينها. اتفضلي يا مس. اتفضلي يا هانم. يلا استاذه. بقول لك ايه لو سمحت، هي دي مين؟ دي ميس جميله، وحش التاريخ في مصر والوطن العربي. وحش التاريخ دي احسن مدرسه تاريخ، لو حد من ولادك عايز ياخد درس معاها لازم يبقى عندك واسطه جامده عشان كل مجموعاتها تنفع. اه وحش التاريخ. ماشي يا جميله. انت يا جميله، انت يا ست. ايه يا عبد العزيز، ايه الهليله اللي انت داخل بيها دي؟ اهلا بالوحش. وحش ايه؟ ما تهدى كده وتفهمني في ايه. في ايه طول الوقت بتكذبي عليا يا جميلة؟ مرة تقولي لي بابا هو اللي دفع الفلوس بتاعت المدرسة، ومرة تقولي لي الفلوس اللي جوه الدولاب دي بتاعت الجمعية، وفي الآخر أكتشف إنك بتدي دروس خصوصية. مين اللي قالك كده؟ أنا اللي شفت بنفسي يا هانم، الناس داخلة وخارجة. إيه إيه؟ في إيه يا جماعة؟ في إيه؟ آه أهلاً، أنت اللي بتنظم لها بقى يا سيدي المواعيد وبتنظم كل حاجة وسايب دروسك. واضح إننا اتكشفنا. ده أنتوا عصابة بقى، تعالى. خلاص خلاص يا عبد العزيز، أنا عارفة إن أنا غلطانة من الأول عشان ما قلتلكش، بس أنا كمان من حقي أساعدك في الأزمة اللي إحنا بنمر بيها دي. وما لقيتيش غير الطريقة دي عشان تساعديني بيها؟ أنا ما عملتش حاجة غلط، أنت عارف لما كانت ظروفنا كويسة أنا رفضت أدي دروس خصوصية، بس دلوقتي أنا مضطرة أساعدك ما فيهاش حاجة يعني. حياتي مشاكلي، نومي واكلي حكايتي حكاية، دنيتي مرة ناس بتضحكلي، وعشرين مرة معندة معايا. شايلها عايش مشاكلها، محدش عمري كبرت عليه، كبرت عليه. تعبانين زعلانين، زعلانين. ايوه انا زيزو، ايوه انا زيزو.